بابك فطارك الله يحفظك اليد ديالي ما كبير هاك الله تبارك الله نهار كبير هذا اختي والله ما قدني فرحه تا انا يا حبيبتي ملي شكوى علقتك وفرحت بك صراحه والله والله الا توحشتك تا انا اختي الحبيبه توحشتك بزاف بزاف على اختك حنينه صراحة الفراش كيبان زوين مباشره ماشي بحال التليفون يعطيك الصحه عندك الذوق ايوا اختي اش كتعرفي عليا ضروري انا يا غير انت كتصيفطي لي الفلوس وكتكلفيني ما خصني ندير حتى شي حاجه ما تعجبكش اي حاجه درتيها في الدار مازال تشوفي البيت الاخر وتشوفي كلشي كلشي غادي يعجبك ما شاء الله عليك تبارك الله انا عارفك حاره ودواقه وعزلك الحاجه الكبيره ايوا تشبهي لامي انتك الله يعطيك الصحه ماما مسكينه الله يرحمها ويوسع عليها عرفتي اختي ملي كتجي وكتجلسي قدامي كنشوفها غير هي قدام عيني والله العظيم ايوا اش غنقولك الله يجدد عليها الرحمه تبغات الرحمه في هذا النهار امين اختي الحبيبه امين يا ربي ترحمهم وتوسع عليهم في هذا النهار يرتاح شويه ونقاد اموري وندير لهم شي صدقه ان شاء الله اختي المهم انت ما ديري في بالك حتى شي حاجه حنا راه حنا ديما كنصدقوا عليهم خلي حتى تجي انت يا وراجلك وليدات كنديروا ديك الساعه شي صدقه ونكونوا كلنا مجموعين دابا جايه هاد السيمانه على الغرض ديالك بلا ما تشطني راسك وتولي تفكري هكا وهكا ما كاينش الوقت صراحه حتى ملي كنت لهيه كنت مستريسي هاد السيمانه كنجمع الاوراق شحال من حاجه تروبلات عندي كنقول امتى نوصل باش نقاد اموري حتى صراحه الصدقه ما كرهتش نديرها ولكن كما قلتي حتى الصيف ان شاء الله نجي نمشي شهر ونص هنا ونلقاو راحتنا ونرتاحوا كما بغينا صافي نوض نرتاح نوض نوجد لك الدوش ديالك اللي بمشي حاجتني راسك كنغلط نرتاح انت يلا دارك هادي الحمد لله على سلامتك كديره الله يرضي عليك شنو بغبورات جاب الله صليتي قلتيني خارجه مع اختي ما تقوليش لي اختك جات جات اختي ما بقيتوش كتعلمو امتى جات ماشي ما بقيناش كنعلمو راكي عارفه ما كنخبي عليك حتى شي حاجه وليني راه جات هاد المجيعه على غفله ما كانتش عوله كاع حيدتها غير من الضيق جات سيمانه باينه ديك اختك وانا اللي كنعرفها باينه ثاني جايه تاخد شي ارض ولا تطلع شي فيرما ولا شي حاجه هي راه كل ما جي كتجي كتشري مكازا يا كتفرج دار يا كتشري دار وانتي ربنا خلقتانا ويلي يا اميمه سلمت عليك خميسه هي وخواتاتها بخمسه اختي جات على قبل شي غرض ما عنده حتى علاقه بهذا الشيء اللي قلتي وزيدون اختي الا كانت كتشري الدار وكتفرج الدار بصحتها وراحتها راه كدير داكشي لوليداتها ملي كيجيو في الصيف كيلقاو فين يجلسوا وتا انا هاني معيشه راني في خيرها وفي خميرها ويلي ياك اختي وليتي تقمعي فيا حيت انا دايرك اختي وصاحبتي وجارتي ها وليتي تقولي لي سلمت عليك خميسه ايوا حتى اختي غيسلم عليك حميدو حيت راك ما دايره حتى شي حاجه في حياتك مابقاتش كتصيفط لك راه دايره المخه ها هي كتصيفط لك تيش درتي البعابع ايوا اختي غير خليني بصحتي وراحتي يسلم عليا حميدو ويسلم عليا حتى حماده وزيدون اللي ما فخبرتش الكويده ديالي يا صاحبتي الصيف الجاي ملي غتجي غتديني معاها ويلي يا اختي بصح كتزاد فك ضل العام اللي كتجي اختك سبحان الله العظيم بحال ما عرفتش تزاد عليك ايوا اختي لما فراسك شي الحبيبه ديك اختك راه دايرك عام بحال حمار الطاحونه فهمتي عا كتسرج فوقك وكتبدا غادا ما تيرا عندك لا احمد لا محمد لا سي محمد راه ما عندك حتى شي ريال الا ما كانش فراسك ونزيدك راه كدير لك بحال هكاك غير بالعاني باش تقابلي ليها الدار وتحضي ليها شغلها خليني اختي عندك شي شغل نوضي تقضيه ايوا اختي انا راه حيت صاحبتي وجارتي كنجي نقول لك هاد الهضره كضربني عليك النفس شكرا وهنا غادي اجي نقول لك قبل ما نمشي زعما شتي يا صابونه لا سيري 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 مازال ما فرقاتش داكشي اللي جابت سيري قهوه سير اختي قهوه دابا تبعك حتى لباب الدار سيري نتوما فحالك صحاب برا واعرين اه اختي الجوع النوع بكا بلا دموع مرطحونه الله يجعلو يركلك ان شاء الله لاباس عليك عرفتي الله لقيتيني غندق عليك سبحان الله العظيم
قولك عرفتيني وين جارتك هذه اللي هنا ملي كبرتي تبدلتي تبارك الله زعاريتي وليتي غير زيناتك ايه ندخلوا ندخلوا نيت راه غندوي معاك شي شي قهوه شي ريحه كديره واش اخبارك ولاباس عليك لاباس عليا الحمد لله ربي بخير انت يا جارتنا امي مياكي ويلي نسيتي عليا لمستي اوروبا واعره اوروبا كتبدل بنادم يا اختي ما تبدلنا ما هو الحمد لله الله يخلينا في صباغتنا غير انت تبدلتي زياني انت زعاريتي وي انا اختي من جاني الزين شكون وليت حالي حتى هي الهم والمشاكل قتلوني تبارك الله عليكم هنا في الوغد هنا انا هنا بقى جيت وانت ما كنتش غنجي ندق عليك وانا طلعت اش كديرك كنت نعسه في الباب لا بغيت ندق عليكم ساعة سبحان الله العظيم ملي جيتي وانا وجه الله نسول ولا لا عليا فضل مني ومنك الله يخلف عليك الله يخلف عليك اختي ما غاتمشيش تخدم داك الغرض حتى جالسه حيت هي لقاتني في الباب غير نديرها وي راب عليك كلشي غرض وقولوا لي اش من غرض ما تعرفوا نبغي نعاونكم بغي نقادكم راه كنعرف كلشي في المقاطعه بغيتي الجماعه كلشي انا عارفك صاحبتي مقدم الحومه غير واد الغرض ما غنحتاجوكش فيه الا كنتي كتعرفي شي حد في القنصليه اختي راه دبرات لي على عريس غيدير معايا مغياج بلون غادي يديني ما بديش عليك تدخل انت تخرب انت ما كتخليها تموت تموت انت اللي غتمشي بس عين عباد الله الا كضحك معاك غادي نسبس وراق لولدي الصغير اه شوفي بقيت عاود لعباد الله كلشي ويلي من غنضربكم بالعين هداك اختي نادا القنصليه هي كنعرف فيها عبد الواحد سولي عليا والله الا عبد الواحد خطير عطيه عام يدرم ديرها لي في جيبو وبقى يدردك معاك قنصليه قنصليه هادي وقلاها كتب لي اسمع القنصليه 100 درهم لا ويلي والله الا كنعرفو قال لك سامعه بيه انا نقول لك عيا سي التليفون يا ما نجيبك دابا عيط لي فرصه سعيده حبيبتي وانا بيك سميتك قلتي لي اميمه اميمه حيت كتبدل كتبت السميات نهار تم سعيد وليله سعيده حيدي عليا ما اختي كتبعصص يا اختي كتسنى فيها والدايغه صاحبتي راه غتخلص واش كتشي فابور اختي كتخسري عليا الملايين ايوا قولي لي دابا دابا شديتك اش من القنصليه واش من بلان ايوا راه حنا قلنا لك بالعربيه شنو كاين ولا بغيتي نقولها لك بالفرنسي اختي حطات عليا فلوس صحيحه غتزوجني بواحد غيديني لتما وصافي باي باي بيلا تشاو بيلا تشاو يصيب لي وراقي ويمشي في حالاته هاي هاي على صاحبتي تيت الشعبه بقى ما مشيتيش للطاليان وليتي كطيري باغا طيري قبل من الوقت وليتي كتهضري بالطاليانيه ايوا سمعي نقول لك راه عاك تسيس فيك الهبيله شي لا كان هذا الراجل ولا كانوا هاد الوراق ولا كانت برا عا اجي وسيلي ليا وجيت لديك الدار اللي عندي وفوسخيني شتي الا بعدات علينا غير العين ديالك حل الراس غيوجدوا الوراق واتصلت الوراق حتى هي وان شاء الله ملي نكون غادا وتكون لافاليز ديالي مجموعه غادي ندوز نفوسخك انت وعائلتك ياك اختي هو معيور هذا معيور حش يلا الهضره عين بعين وسمعي يا صحيتي انا غنقول لك ع واحد الهضره وغنزيد في حالاتي شيختك انا ما باغاش لك الخير واش هي انا شوف انا ما كنحرضكش عليها انا حيتي المتابه ديالك عز ليا واش كاينه شي وحده بقات العساس والقاتل اللي حدي لها داره واللي تسخر عليها واللي ما عرفش شنو يديروا يصيفطها برا انا ما كرهتكش تمشي برا وديني معاك يا ويلي واش انا كرهت وين صاحبتي فكري في هذا الموضوع اللي كنقول لك مزيان وغتعرفتي هذا الشيء صاحبتي شنو معايا مخليه لي الاملاك ديالو مخليه لي الطوموبيل مخليه لي كارت بنكير ديالها مخليه لي كلشي انا ما فهمتش مره كنجي من جهتك مره كنجي من جهتها انا اختي ما تجينا من جهتها انا كنجي من جهه الحق وانا اللي كاين واللي كنشوفه قدام عينا انا عندي ما عندي لا تطالح بالملوك انا اختي فهادشي ماني على هادشي انا اللي عندي قلت لك غادي نمشي ويلي ياك ما عندها الحق قولوا لدوك العديان قولوا لدوك العديان رادني يا دوارة رادني يا دوارة انا راني نفس انا راني نفس شلا ما داز عليا شلا ما داز عليا مالك اختي كتصوتي وحتى اختي داك الشيء و تعطينا قلت النظر مالك اختي ليك لاباس لا والو باس غادي رجلي من المطار كيفاش مطار المطار شكون مشى المطار وصلت مريم عاودي كيف سمعتي مريم اختك
على مريم اختك مشات؟ ايوا السيمانه اللي عندها راها سالات وراها مشات في حالها. قلنا لك راه جات تقضي غير شي شغل، زعما كاين لا شغل لا والو. مشات ما تقوليش ليا داكشي اللي كان في بالي واللي قلت لك هو اللي كاين. نوضي تقعدي على سلامتك. ماشي داكشي اللي قلت لك ما كاينش، هو كاين واختي ما كتكذبش وشافت الدري وعطات فلوسها. هذاك خونا هو اللي صدق نصاب، شد الفلوس وبات ما صبح. بات ما صبح ايو شك مازال غادا، مازال ما بغاش تشقي بهضرتي. ونوضي تقعدي، نوضي 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 بركه من الحلم، راه عكاسه كتنزع لك. وانا قلتها لك وانا كتفاهم الفيلم من الاول، كتجي وكتسايس فك وكدير لك هوك ودير لك هوك وطريط طبك باش بقاي مقابله لا شغلها كي شي حمار طاحونه. وانتي ما باغاش تفهمي، ايوا بقاي ثاني العام الجاي تجي تقول لك ثاني شي زبه اخرى، وبقاي غادا تلقاي راسك شرفتي ما درتي حتى شي حاجه، لا دراري لا هراري لا دارك الناس لا خدمه، وبقاي معوله على اختك انتي تصرف عليك. طز وصافي صاحبتي، ودابا انا جايه عندك باش تبردي لي هاد الجمره اللي شاعله لي في قلبي وانتي كتزيدي عليا. وهو في الحقيقه عندك الحق، العام اللي جا كتشري دار كتشري ليا جافيل البرودويت كتعطيني الحكه وكتقول لي غيجي جليجي وغيجي الصباغ وتبقى نقابل في الخدامه ونطيب لهم في الكوكوطه ديال المرقه. حيت انتي ما كتحشميش، حيت ملي كنجي انا كصاحبتك وجارتك وصحيبتك وحبيبتك وديال قلبك ملي جيت عندك وكنبغي نفهمك ونوعيك ونقريك ونقرصك ما كتبغيش تسمعي ليا. انا جالسك وكان الصالون ديالك يدوي كره دوا، ملي جالسه نوريك حقه سلم عليك خميسه وخميس. ايوا كي جاتك دابا خميسه وخواتاتها حشاوها لك؟ دابا شنو غادي ندير؟ انا ما بقيتش قد على هادشي، كذب عليك صافي. بغات تجي تشوف لها شي خدامه تبقى تقابلها وكتجيب ليا لهادشي. علاش كتجيب وحده ما ملي كتجيب ولادها؟ ويلي ويلي عرفتيش كيديروا ليا. انا ما كنسمعكمش، راسي كتردوا ليا هنا لا تي لا تريكت بناء ولاد اختك ولا معات ولادها. سمعي اش غنقول لك، خاصك تفيقي اختي وتعيقي راه ثاني حنا غاديين كنكبروا. شنو غادي ديري؟ غنمشي للدار غندوش غنلبس بيجامتي وغنجي نبات معاك اليوم وقرصيني. ايوا حتى هادي هضره. ولي قبل ما تجي طرقي الكزار وجيبي معاك شي كيلو لحم ولا كيلو كفته وبطاطا وداك الشيء. الله يا اختي الله، يلا طرق شي جنتي بغي الدم واللحم. ها سيري باش نديرو شي عشيوه ونسيش البرقوق. والله الا عينا محمد ولدي عيتي هيا شويه غنوضوا نرتاحوا. مريم فين هي اختك اللي قلتي كتبقى في الدار ما كتخرج؟ فين ما دورات يسارو ديال الباب؟ هي راه عارفنا اصلا جايين غتكون مسخره تجيب شي حاجه وزيدوني. يلا دخلنا ما بقادين على نكير، لا تكسر بك خلينا نستراح. صافي لالا خلينا نرتاح، ما قادين على مشاكل ولا صداع. اي سيدي ما قادين على مشاكل، عاد اش غدير؟ تنوض تبدل حوايجك وتدوش عليك وتنوض ترتاح. محمد غادي يمشي صافي. يلاه سير شوف شي حق من لا تو فيش هادي اش كاين؟ واش حنجيين ندوزو الفاكونس ولا نبقاو نخمو شنو كاين؟ انا عندي واحد المشكل، واحد المسمار مطرقتوش راه ما غاديش نرتاح. شنو هاد المسمار هذا اللي طرق على انا؟ اش نقول لك، المسمار اللي خاصني نطرقو هي اختي ما تبقاش في هاد البلاد، نديها معايا باي وسيله. مريم الله يهديك، راه ديجا هضرنا مع السيد وعطينا الفلوس ونصب علينا في هذا الموضوع هذا، غنبقاو غير نطولوا فيه. ويه انا عارفه هذا الشيء، ودابا لقيت الحل اللي غيفكني من هذا الشيء كامل. يلا لالا عطينا هذا الحل هذا باش نشوفوه، يلا نسمعوا منك. اعطيني ودنيك وغنعاود لك وتصنت ليا. عرفتي السميه صاحبتي اللي معايا في الخدمه؟ اه طيحت عليا واحد الفكره، وانا صراحه ملي دورت في دماغي راه شحال انا كنفكر فيها من لقيتها مزيانه وجيت قلت ما نقولش لك في برا حتى نجيو ان شاء الله المغرب ونكونوا بخير ومرتاحين نعاودها لك. واش هي الهضره هذه؟ خلينا نسمع. المهم بشوي بشوي باش ما تستريسش. ما والو بغيتك تزوج في اختي. شنو
واش شي مستاش كتعرف واش كتقول ولا لا؟ لا كنت معاك معقول لا ما يمكنش وانت شي الهضره هادي كتقول ولا شي كتخربق شي غير ريح ريح واش راح انا نصمت لك يلا يلا عطيني ودني يلا شويه يلا هذا مزيان دابا انا وياك نطلق ياك بغيت نسمع ما دويش انا نخرج لك الساعه قول لي بغيتي زيدي تفرقوا عليا هادشي ما فيه ما يتعب المهم سمح لي راه نشرح لك وديك الساعه فكر مع راسك انا وياك نتفرقوا وانت غتمشي تتزوج بها ديروا معاها الكارتنا في المغرب وتصيب لها الوريق وديها معاك ملي غديها معاك تصيب وريقه تتقد امورها وتلقاها ورجع وليداتك ما كاين مشكل وهي انا اختي وانا مرتك وراك عارف وانا مشاركه معاك الدم وكل شيء شوف هادشي كي ضر في الراس مشي نشرب شي قهوه وندى الدماغ الساعه باش نكملوا الموضوع صافي سير شنو كيخربق صافي سير سير يا ربي يا ربي هدي يا ربي تهدي وترد بيا وحسين نعم ما نسيتي والو لا وي لا لا نسيتي الباسبور اهم حاجه وي شي الوريقات شي مريقه وحسين شوف نوصيك انت عارف عندك تجربه في هذا الشيء انت جاتنا دايره المهم وريقات داك الشيء قادو صافي كوني هاني انا نهبط الطوموبيل نتسناك صافي غير نتسناك يلا سير وريقاتك وشوفي الورق قايهم وعندك تنسيش ورقة الماء صافي عاودي عليك اختي اللي الكل وانت كتوصي ومازال كتوصي واحد الشيء انا فرحت لك والله لحد ربي اللي حالم فرحتي لي اختي سمحي لي بزاف وحق الله عفسي هادشي اللي درتي معايا ما عمرني ما ننسى ما كاينش شي اخت غادي دير هادشي مع اختها ولكن انت راه ماشي اختي انت راه بنتي وانا مربياك من صغرك وكنتمنى لك انت تجي عندي وي الحمد ديالي الحمد ديال العمر ديالي كي اللي عندي كون هلا يحرمني منك يا يا ربي شي انا ديال عندي ونجيب لك الخروج يلا بعدين سيري الله يسكر ليكم شنو اللي كيعجبو راه كيبقاو يسولو بزاف سيري تمشي تلي مع الطوموبيل دابا باش مشى عليكم الحال عندكم تعطلوا على الكونسوليه يا ربي يا ربي نصلو بكري وحسنو بالزربه ونتهنى في هاد المسمار طرقو ارتاح شكرا بزاف امور سينا عبدالتي راسك والله ولكن لا هدف لا تشي ايوا شكرا بزاف والله عرفتي انا كيعجبوني لي بارفان غير شنو المناسبه ديال هذا الكادو المناسبه ديال هذا الكادو هو الحمد لله كلشي غادي ميسر وحتى شي حاجه ما تعكسات عندنا في الوقت ايوا الحمد لله مرضي الوالدين ربي راه كاع ما كيخيبو وصراحه الله يكثر من مثالك ما كاينش شي حد غيدير مع نسيبته بحال هكا نسيبتي تبقى كتقول لي نسيبي انا راه انت راه مرتي دابا على سنه الله ورسوله ولكن سمح لي يا محسن هادشي اللي كتقول كاين ولكن راه كاين غير في الاوراق لا كيفاش كتقولي لي كاين في الاوراق هادشي بصح غنبقاو ديما ان شاء الله نجيو محسن سمح لي انا هادشي ما دخلتوش لدماغي وهادشي راه كاع ما كيضحك انا اختي بغات دير فيا غير الخير وما يمكنش نردو لها بونزو ورا اختك اللي بغات باننا نتزوجوا وحنا زوجاتنا وهذا نتفرقوا ما يمكنش شوف ام حسين راه اختي الا سمعت هذا الشيء راه غتحماق راه غير بلا الفرخ وزيدوا لها انا كاع مثلا وافقت هذا الراي وبغيت راه غتجري عليا وانا ما عندي فين نسكن علاش ما عندكش فين تسكن مالي نكذب لا انا ديجا خديت لك الدار ديالك انا هذا الشيء دابا واش حنا نخليو هكا خديتي لي الدار كاع هذا الشيء كله دابا غادي نمشيو ان شاء الله نكملو القهوه ديالنا وغادي تمشي تشوف فيها لا سمح لي ماشي دابا هذا الشيء ماشي ساهل وهذا الشيء خصو تفكير هذا قرار صائب ما يمكنش ناخذو بهذه السرعه هذه ايوا شي كيبان لي انا ان شاء الله غادي تفكري وغادي تفكري ما عرفتش انا واحد نشرب شرب قهوتك شنو هضره اش درتي بداك الموضوع اللي قلت لك اختك ايوا انت كتشوفي مع جيت مع القهوه بدلت حوايجي وجيت عندك يلا حاولي ايوا اختي قلت هذا الموضوع خصو بالرد تاعي داك الشيء باش درتو لك على حقه وطريقه ايوا اختي صالينا جمع الاوراق مشينا للقنصليه درنا العقد كلشي كلشي مريق ايوا وقال لي يا طلقينا ملي غنمشيو ليكاليزيو الوراق مورها راه غنمشيو انا وياك للقهوه قلت له نتو معنا مريم بعدا قال لي لا مشيو نكاليزيو الوراق من تما للقهوه قلت له صافي ماشي مشكل ايوا لالا مشينا للقهوه وطلقينا مشيتو لهاد القهوه من بعداش وقع ويلي يا اميمه غير سكتي
خيبت المعاوده. السيد تسالينا الورق كاملين وجلسنا في القهوه، قال لي نطولوه نقصروه. تراك عجبتيني ديال بصح، وهاد المده ديال الطلع والهبوط ديال الوراق قلبي مال جهتك، وانا راه ما غاديش نطلقك سوا اليوم سوا غدا، انت ديالي بالشرع وبالقانون. ويلي يا صاحبتي غير سكتي، اش غنقول لمريم يا اختي؟ وجهه قاصح، قال لي غنحطها بوجهها وغنقول ليها كلشي. وجهه قاصح؟ واش كاين شي واحد وجهه قاصح قدك؟ واش تي جات الفرصه بين يديك وبغات تسلفتي ليا الهضره؟ تي تي اش كتخربقي؟ راه هذه هي الفرصه. هادي شوفي من حد الراجل بصح بغاك، وانت كتقولي لي كيجيب لك الكادوات وما خلى ما دار عليك، فهمتي؟ وزيدون هو راجلك بالشرع والقانون، يعاود البنادم راسو. سمعيني كوني مريقله، كوني دماغ. وميمه واش نكون دماغ عندك؟ هي نغدر اختي، واش هي مسكينه كدور دوره كتنعس وكتفيق باللي انا باغا ندير لاختي نادا مستقبلها وما باغاش نخليها في المغرب، باغاها تكون قريبه ليا، وكدور دوره الحاجه اللي كضرني في خاطري هي مسكينه كدور دوره وكتقول ليا انا هادشي راه كنديرو على وجه امي وبا. واش انا نجي حتى الاخر اختي اميمه ونتقبلها الورقه؟ ويلي خايبه حتى المعاوده، هادشي راه حشومه ما كيبغي لا ربي لعبدو. ويلي وحدي ها، ويلي وحدي الحشومه، تي راه حشومه مرت الشيطان، تي هادشي راه بغاني انا. حيت عليا قصيني هادشي راه بغاني انا، شكون كنت انا؟ ما نزيدش الضربه، انت نسيتي ملي كنتي كتحكي لها الصباط؟ انت نسيتي ملي كنتي كتسخر على لالك اللي كنتي كتقولي عليها اختي؟ انت نسيتي ملي كنتي كتفرشي وتغطي؟ ها انت نسيتي ملي كنتي كتراني وترضعي؟ انت نسيتي هادشي كله؟ واتفاقي وافقي شويه، نوضي اختي، راه دارت الدراري ودارت الهراري وعندها مستقبل وعندها المجازات وما خلي ما عرفتش باغا باغا الدنيا، راه انت اللي ما عندك والو يا الهبيله. جاب لك ربي راجل حبيبي وشكرا فهمتي، وديري مستقبلك مهما بغاك الله يسهل عليك. اختي بغاني نقول لها اش بغيتيني ندير لك اختي؟ وشويه هنا زعما ماشي حشومه امي، واش من حشومه؟ تيش من حشومه؟ انا اللي غتفقسيني نوضي غنقلب عليك هاد الصينيه عادي كديري لي العصاب انتيا. صافي 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 واخا، هويلي على حشومه ولا ما بغيتيش عطيه لي انا يلاه وعادي ماشي مشكل. دابا باقي الحال اش بالك؟ ها نعطيه لك وعادي حتى انا ندير مستقبلي. صافي واخا انا غادي نفكر مزيان. واش طلعت زيديطه حرام معاك حتى الجلسه؟ وديري داكشي اللي كنقول لك، وعاي ملي تمشي ما تنسينيش. شوفي هي شي راجل، شوفي انا كيف ما بغي يكون، يكون طويل يكون قصير يكون قراع يكون عنده الشعر ما يكونش عنده، واخا يكون تموق عادي حتى هي مالك. مشيت وي شوفي اختي، تعشمي العراج نحيدو انا غاده. صافي وعندك عاد قلبي عليا وجهك ولا نقدر. صافي عرفتي اش غديري؟ حطي الكاس نوضي تقعدي، نوضي نوضي نمشيو نشريو شويه الحوايج ونقعدك شويه. اوف يا ربي حبيبي يا ربي، ضغط وما عارفه راسي شنو غادي ندير. واش نتبع الهضره اللي قالت لي اميمه؟ واش ندير داكشي اللي كيقول لي راسي؟ كنت قال سمع ليا ما بيا حتى غرقت راسي في هذا الشيء. اش داني؟ اش داني لشي طاليان واش داني لشي خارج؟ انا عايشه هنا بخير، شنو غادي نقول كاع لختي مريم؟ ها انا بغيت ندير هذا الشيء كله، اش غادي نقول لختي مريم؟ وزيدون ياك هي صافي دارت حياتها ودارت ولادها، وانا غادي نبقى هكا لا حياه لمن تنادي، نبقى غير مقابلها هي ومقابله ولادها ملي كيجيو في العطله. كيبان لي غندير داكشي اللي قالت لي صاحبتي اميمه، وزيدون راه بغات ليا غير الخير، وكانت شي وحده اخرى كره شدات السم من جهتي وقالت ليا لا حشومه. صوني عليه ونشوف دا كي تكون حداه. يا ربي يا ربي جاوبي، تسمع ليا راك تشوف. يا ربي يا ربي الو الو محسن لاباس عليك؟ الحمد لله. كاين بوحدك؟ قول لي واش راك بوحدك؟ صافي بغيت غير نقول لك راني فكرت مزيان، و غدا ان شاء الله نتلاقاو في القهوه. المعلومه وفي نفس الوقت ان شاء الله اللي كنتلاقاو فيه ديما ان شاء الله. صافي يلا
يلا بيناتنا التليفون. سلام عليك. يا ربي تسمح لي يا ربي. وصلنا لأنني كنت درت شي حاجة غلط أصلا. أنا رديته بالشرع وبالقانون. مابقاش داري لا دارك انا داري. دوقك زوين هادشي كلشي صايبتيه راسك. ايوا كي جاك الدوق ديالي تبارك الله بيرفكت الله يعطيك الصحه. بصحتك انا كلشي ديالك على خطك. تبارك الله. ايوا عاوتاني كتعيط. ايوا راه كتعيط باش وقيلا بغا تسولك حيت مسكينه راه عند بلا حنا راه حنا مشينا للكونسولا دابا. ايوا وقول لي يا محسن سمح لي واخا غنكثر عليك الاسئله. دابا هاد الدار هادي تبارك الله واش درتيها بخبر اختي مريم ولا زعما حتى هي دايرها بالخبعه؟ نادا خاصك تعرفي واحد الحاجه، مريم اختك جامعيني بها جوج ديال الحوايج، الوراق والمصلحه. ولكن ام حسين واش هاد الشيء ما عرفتيه حتى دوزتي معاه هاد المده كامله ودرتي معاه جوج ديال الاولاد عاد بان لك الوراق والمصلحه؟ الصراحه انا هاد الشيء لحد الان مازال ما استوعبتوش. نادا هادوك راه ولادي غادي نهزهم بسناني، ولكن راه اختك شويه روفيكس. دابا نقولوا اننا هاد الشيء اللي كتقول ام حسين ها هو كاين واخا وانا موافقه، ولكن واش عرفتي العاقبه ديال اختي كيفاش غادي تكون؟ ها انت شوف احنا في الدار وهي مقبله وهي كتصيفط لك وما عارفين باش نجاوبوها. ما نكذبش عليك انا خايفه على اختي بزاف، هادشي كله دارته على قبلي وفي الاخر نجازيها هكا ما عرفتش. والله انا خايفه راه اختي تلا بها شي حاجه خايبه وحتى انا مع الوقت الله يجازيني بشي حاجه ماشي هي هذيك. هي غادي تحمق في التليفون. نادا دابا خلينا من هاد الهضره، اللي طولناه غادي نقصروه، راه ما بقيتش غادي نطلق، هادي هي الكلام الاخر. ايوا محسن يكون خير ان شاء الله. دابا راه خصنا نمشيو عندها للدار باش نفرتكو هاد الرمانه وتعرف شنو كاين، وليسونسيال فهاد الشيء كامل هو انت اللي خصك تجيها للحقيقه وتقول لها شنو كاين حيت انت اللي بغيتي هاد الشيء. يلا لالا هاد المسمار نطرقوه دابا نمشيو عندها وانا غادي نقول لها هادشي. واخا وانا غنزيد نشوف الدار بيضا نضرب فيها واحد الدويره وديك الساعه عاد نمشي. مرحبا دارك هادي. واعاد زوينين هما جاو. السلام عليكم. السلام عليكم. زين بخير سلامتكم. محمد عجبك صحتك؟ شو مزيان؟ لاباس؟ تحيتو شويه. الحمد لله عديت الامور ديالكم مزيان. الحمد لله. الحمد لله اختي دابا كاع داكشي اللي خصو يتقاد هنا في المغرب كلشي مقاد، كاع الوراق مقادين ياكي. دابا بقى غير المهمه ديال محسن باش يمشي. خاصو يمشي خاصو يمشي. مشي تسبقني واقيلا انت الاول كيبان ان شاء الله، ولكن كاين واحد الاشكال. ياك ما كاين باس، ياك ماشي ورقه ما تحبست ليكم ولا شي حاجه تخربقات لكم في القنصليه؟ لا الحمد لله الامور كلها دازت مزيان. لا لا اختي كل شيء داز مزيان والحمد لله. محسن راه عنده المعارف تبارك الله، كاع ما كنت عارفاه بحال هكا. الورقه اللي تعكسات كيحرك غير التليفون كتريقل. ايوا الحمد لله ما كاين لا اشكال لا والو، هذاك هو ربح عندي حتى انا. الحمد لله، ولكن الاشكال اللي ديجا قلت لك هو ما غاديش نطلق لها. كيفاش طلقت نادا؟ كيفما كتسمع كيفاش دوي معايا كيفاش ما طلقتش طلقتني دابا طلقتش ما فهمتش ردو خونيش كضحكوا ياك. انا اختي مريم ما عندي ما نقول لك، هذاك الشيء اللي قال لك السيدي محسن انت سمعتيه، وزيد واش بغيتيني انا يا يسخط عليا؟ راه قال لك سخط الزوج ما سخط الله سبحانه وتعالى. ودر من حيت واش كتسطي عليا ويا نادا؟ انا الشيطان راه راجل هذا اويا محسن اش كضحك معايا؟ والدري هذا نسيتي وليداتك ولدك اللي باقي برا خليناه صافي سمحتي فينا كاملين. اويلي انا كنت معقول شفت فيا اويلي ودي الخامه راه مصريه
صبرا راك سمعتيها. يلا غادي نمشيو. وانا غنجي عندك. فين غادي؟ فين غاديك؟ فين غادير؟ غادي ديري لداري. فين دارك؟ واختي راه راجلي شرا ليا داري، ويلي ملي غنبقى ديما انا ساكنه عند الناس. فين